السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات وساق قانون أصول المحاكمات، لقد وصلنا إلى المبحث الثاني وهو انعقاد الخصومة. وانعقاد الخصومة طبعا لا يتحقق كما عرفتم أو كما تعلمون أو كما سنتعلم إلا طبعا من خلال خلال إعلان يتم عن طريق الأوراق القضائية. هنشوف كيف يتم الإعلان وكيف تتم المواعيد في هذه المواضيع، وسنفصل ذلك طبعا عبر عبر اللي هو المطالب الثلاثة التي سترد معنا. أول مطلب هنشوفه اللي هو الأوراق القضائية. إيش هي الأوراق القضائية؟ الأوراق القضائية إخواننا يعني هي المحررات التي تثبت إجراءات التقاضي التي يتطلب القانون إثباتها بالكتابة. الأوراق القضائية هي محررات، أوراق، مستندات تتضمن إجراءات معينة بغض النظر عن جهة إصدارها. يمكن الخصوم يطلبه، يمكن المدعي أو المدعى عليه يطلب تبليغ الأوراق، لحظة الدعوة، طلب فرعي، طلب عاجل مستعجل، طلب عارض. ممكن القاضي يطلب مثلا تبليغ بعض الناس، بعض الخصوم، تبليغهم ببعض الأوراق. كل هذه الأمور ممكن تصدر عن الخصوم أو عن القاضي. الآن يعني إيش الإجراء اللي هو بده يكون في الورقة هذه القضائية هو اللي بده يتم تبليغه للطرف الثاني. وطبعا إخواننا يعني ممكن يكون لها شكل معين هذه الورقة أو التبليغ، زي ما يكون في تبليغ بالحضور مثلا، مذكرة الحضور. ويعني غالبا 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 يعني يكون له شكل خاص كما هو في قانوننا هذا، قانون أصول المحاكمات. طبعا المشرع كمشرع عندما نص على هذا القانون وأوجده وخرج إلى النور هذا القانون، لم يعني يرد عنه حصرا لهذه الأوراق، محددهنش كلهن بالضبط قديش. ولكن هو من خلال نصوص المواد اللي احنا يعني بندرسها وبنشرحها في هذا القانون، تبين لنا يعني أهم هذه الأوراق، وهي الإخطارات التي تتم على يد كاتب العدل، لوائح الدعوة ولوائح الطلبات والطعون، أوراق التبليغ، محاضر الجلسات والأحكام. طبعا احنا أول حاجة الإخطارات، واحد بده يعني فلوس من واحد، أو في الدعاوي اللي درسناها في الجزء الأول زي مثلا يعني إخطار للهدم والبناء، لا بد قبل دعوة الإخلاء للخطر للهدم والبناء نبعث إخطار. هذا الإخطار إخواننا بيكون عند كاتب العدل وهو موظف رسمي موجود في المحكمة، وتكون عبره نبعث رسالة بنطالب فيها اللي هو موضوع الحق تبعنا، وإيش نعطيه مهلة أسبوع 10 أيام للرد على هذا الإخطار المخطر إليه. ويكون طبعا يعني مرفق في هذا الإخطار وصل تبليغ عدد 2 يوقع عليهم مين المخطر إليه. لوائح الدعاوي طبعا أنتم عارفينها، لوائح الدعاوي هي عندما يقيم أنت كمحامي تقيم دعوة عن موكلك، أو هو نفس الموكل يرفع دعوة بنفسه، لوائح الطلبات العارضة المستعجلة، لوائح الطعون والاستئنافات، كل هذه طبعا تقدم في المحكمة، والمحكمة هي التي تقوم بالتبليغ كورقة قضائية للطرف الآخر. أوراق التبليغ طبعا اللي هي طبعا بتكون تشمل مذكرات الحضور، وصولات التبليغ في الإخطارات من هذا القبيل، محاضر الجلسات ممكن أن يتم إعلانه فيها كمحضر جلسة مثلا، حلف يمين مثلا، محضر حلف يمين. والأحكام طبعا لما ما يكونش هو طبعا حاضر ولا جلسة أو مقدم لائحة جوابية، بيتم تبليغه بالحكم
عشان يكون الحكم حضوري اعتباري. هذه يعني أهم الأوراق اللي ممكن إحنا تقع بين إيدينا أثناء اللي هو الخصومة أو النزاع أو الدعوة. هنشوف طبعا إيش خصائص هذه الأوراق حسب الأصول. طبعا أول خاصية اللي هي الشكلية. إخواننا الشكل في كل شغلنا في قانون أصول المحاكمات مهم جدا. ليش؟ لأنه هو المظهر الخارجي للإجراء. الآن الشكلية للأوراق القضائية زي ما الشكلية للدعوة برضو ما تكونش مردودة شكلا، زي الإخطار، زي الاستئناف، زي النقد، كل الشكلية في شغلنا في الدعاوي مهمة جدا. أنت كمحامي بكرة إن شاء الله ربنا يفتح عليك، ركز على الشكلية، ما تغلطش في مواعيد جلسات، ما تغلطش في مواعيد استئنافات، مواعيد طعون، شكل الدعوة يكون حسب الأصول، سليم المحكمة المختصة، قيمة الدعوة. إذا أنت أتقنت الشكل في بداية حياتك فأنت حتكون نجحت بنسبة 70%. الموضوع يكتب بأي صيغة، يكتب بأي فكرة، وأنت تثبته بالبينات. نشوف أول حاجة، أول أنواع الشكلية اللي هي الشكلية المباشرة. الشكلية المباشرة ليش يعني سميت بالشكلية المباشرة إخواننا؟ لأنها تتصل يعني مباشرة بتكوين هذا الإجراء المطلوب عمله. حيث أنه طبعا إذا كان إيش؟ إذا انعدمت ينعدم هذا الإجراء، لأنه إذا أنت القانون نص على شيء معين، شكل معين للتبليغ، وانت ما التزمتش فيه. يعني مثلا بعت انت مذكره حضور ومش بعت مش سايب فراغ مثلا لتاريخ الجلسات، طب كيف المباشر بده يكتب تاريخ الجلسه ووسط التبليغ كذلك؟ عشان هيك الشكليه يا اخوانا المباشره لها صورتين، الاولى الكتابه والثانيه القيام بفعل ما. لازم يكون الكتابه اهم اشي في الشكليه، لانه اساس الشكليه هو الكتابه، والثانية القيام بفعل ما، يعني يكون مواتي أو يكون يعني إيه مؤيد لهذه الكتابة. طيب الشكلية غير المباشرة إخواننا هي الأعمال اللي بفرضها القانون قبل وبعد هذا الإجراء حتى تتحقق أغراض معينة. ليش سميت هذه الأعمال يا إخواننا بالشكلية غير المباشرة؟ لأنها لا تتصل مباشرة بالإجراء، بتأثرش مبدئيا على صحته، ولكن ايش تتحد قد تحد من فعاليته او نفاذه. طيب الان حرصا من الفقه والقضاء يا اخواننا على عدم تعطيل هذه الامور، وتخفيفا من موضوع الشكل عشان ما يصيرش تضييق على الناس، فرق ما بين الاشكال الجوهريه والاشكال غير الجوهريه. طبعا من اول ما تشوف انت الاشكال الجوهريه حيترتب على عدم اتباعها البطلان، لأنها تتعلق بأساس وأسس وصحة العمل. ما رتبوش البطلان على إيش غير الجوهرية، لأنها لا تؤثر في العمل ويبقى قائما رغم إيش تخلفها ورغم عدم وجودها، لأنها مش ذات الأهمية التي تكون موجودة في أشكال الجوهرية. طيب إخواننا ليش القانون عندنا هذا أصول المحاكمات يعني حرر الأوراق القضائية وفق الأوضاع قانونية معينة؟ ليش؟ عشان ما هو مش معقول أنت تعمل مثلا للائحة الدعوة، قلنا احنا ايش مذكرة الحضور. مذكرة الحضور اخواننا لازم يكون مكتوب فيها اسم المحكمة واسم المدعي عليه والمدعي وايش الحق المطالب فيه وتاريخ الجلسة اللي بده يجي فيها المدعي عليه على المحكمة. لانه اذا كان ما كانش هذه الامور موجوده في مذكره الحضور يترتب عليها ايش البطلان، لانه لا يمكن اكمال ايش النقص الوارد فيها. طيب لما تكون يا اخواننا الورقه هذه اللي هي زي ما قلنا مثلا على سبيل المثال اللي هو ايش مذكره الحضور بدها تكون احنا اتفقنا نفس الشكل اللي ذكرته قبل شوي، يعني جامعة لكل ما يتطلبه القانون. طيب لو وقع يا اخواننا يعني نقص او خطأ في احد البيانات
مع إمكانية وجود ما يكمل هذا النقص. ممكن إحنا يعني نقول إيش ملحق إله ولكن غير منفصل عنه. إذا كان إخواننا يعني هذا البيان أو هذه الحاجة يعني ممكن يعني تكملتها بشيء يعني مماثل أو كمل هذا البيان الناقص ويؤدي هذا طبعا الغرض الأراضي المشرع، هذا لا يعتبر الشكل، لا يعتبر الشكل إيش معيبا. يعني إذا كان والله مثلا كانت المحكمة يعني هي نفسها وتاريخ الجلسة واضح وكان مثلا خطأ في مثلا رقم الدعوة، ممكن احنا لما يجي المدعي على المحكمة على موعد الجلسة يصحح مثلا خطأ في تاريخ اللي هو في رقم القضية ويأخذ الرقم الصحيح ويقدم لائحة جوية، حتى القاضي براعي في هذه المسألة بيقول له لا الرقم كذا وهذا شو اسمه غيره عندك وقدمه في اللائحة الجوية وهي معك جلسة قادمة لتصحيح هذا الخطأ. طيب ثانيا الرسمية، طبعا تعرفين الرسمية ترد معانا في قانون أصول المحاكمات وترد معانا في ووردت معانا في قانون البينات. لما قلنا في السندات الرسمية يعني الشيء الرسمي يقوم بتحرير موظف عام، لازم يكون موظف عام يعني معين من الدولة وفق الأحكام القانونية المقررة. طب هذا طبعا يثبت شخص موظف عام مكلف بهذه الخدمة، مش أي شخص موظف عام يجوز له أنه يكون إيش محرر لهذا السند الرسمي، وطبقا للأوضاع القانونية في حدود سلطته واختصاصه. طيب الآن لو جينا احنا نقسم أو نفسر هذا التعريف بنشوف إيش وصف الرسمية. نيجي نقول صدور المحرر من موظف عام، احنا عرفنا الموظف العام كل شخص تعينه الدولة، يبقى هو يخضع لقانون إيش الوظيفة العامة والخدمة العامة. طيب صدور المحرر في حدود سلطة واختصاص الموظف، هو ما ينفعش يعني واحد بيشتغل مثلا رئيس قلم أو كاتب يجي يمضي عن كاتب العدل، هذاك له دوره وكاتب العدل له دوره، فبجوزش. ولا بد أن يكون طبعا ولاية الموظف قائمة، يعني لا بد أن يكون لسه شغال، يعني ما استقالش ما انعزلش ما أوقفش، ما مش محال التقاعد، شغال لسه على رأس وظيفته، وأنه طبعا يتمتع بالأهلية الكاملة للقيام بهذا العمل. كاتب الضبط إخواننا اللي بحرر محضر ضبط الجلسة بوقعها لا يجوز لغيره القيام بها، يعني بجوزش أجيب موظف تاني أقول له وقع على المحضر، لابد أن تكون داخل في اختصاصه. مش معقول أجيب قاضي محكمة صنع خان يونس ووقع على أحكام صدرت من قاضي محكمة غزة، هذه قضايا وهذه قضايا، هذا قاضي درس ملف وهذا قاضي ما شافش ملف خالص. طيب مراعاة الأشكال والأوضاع المقررة قانونا، لازم يلتزم بالبيانات المحددة في هذا المحرر الرسمي باللغة العربية طبعا، والتفريق بين الأوضاع الجوهرية والأوضاع غير الجوهرية التي تترتب على بطلان الأوضاع الجوهرية لو شابه هذا البطلان. طيب ثالثا المرونة إخواننا، المرونة دائما إخواننا في فش لما نقول احنا نتكلم عن الشكل في جمود، لذلك على هذا الجمود يكون في ايش اثار سلبية. مش كل الناس حتفهم انه هذا الامر لازم يتم بالطريقة هذه، فلا بد ان يعني المشرع لا بد ان يجعل لهذا الشكل بعض المرونة. فطبعا يعني لو كانت البيانات في هذه الورقة مثلا ونحن نقول مذكرة الحضور، لو ما كانش مترتبة بالترتيب اللي نص عليه المشرع، يعني مثلا لدى محكمة كذا المدعي والمدعي كتب اسمائهم، راح كتب رقم القضية بعد المدعي والمدعي، مش شرط كبير طالما انه يعني الفكرة وصلت، طالما المعلومة وصلت، مش شرط الترتيب هذا ولا يؤدي الى لبس او غموض. حتى اخواننا يعني بعض الخطاء المادية البسيطة لا تؤثر في صحة هذه الورق طالما انه ممكن ان نكمل هذا ايش النقص. مضمون الاوراق القضائية، الاوراق القضائية اخواننا اللي هي الاجراءات طبعا، الاجراء اخواننا هو العمل القانوني اللي بيكون جزء من الخصومة،
تترتب عليه مسائل أو آثار إجرائية. الإجراء يا إخواننا يعني بحدث أثر مباشر، فهنا الحاجات الإجرائية لها شكل معين، لها ترتيب معين، لها مسلك معين، لها إيش نتيجة معينة. لكن يستبعد من هذه الإجراءات اللي لها شكل معين الأعمال العقلية اللي إيش بكون فيها القاضي، يعني دراسة القاضي للأوراق الدعوة، هذه مش أعمال إجرائية شكلية محضة. القاضي يمكن يدرس اليوم الملف، يمكن ما يفضاش يدرسه، يأجل لدراسة الملف كمان مرة. كذلك دراسة المحامي للدفاع عنه، يمكن يجي المحامي على الجلسة يقول أنا توكلت حديثا وألتمس التأجيل لدراسة الملف. بعض المرافعات بتتخللها حجج وردود على هذه الحجج أو المناقش فيها، كل هذه مسائل إيش؟ مسائل عقلية محضة، هي في إطار الخصومة إلا أنها لا ينتج عنها أثر إجرائي مباشر. طيب الأثر الإجرائي المقصود اللي هو إيش؟ اللي بيؤدي إلى البدء في الخصومة والسير فيها، تعديلها، قضائها. ولذلك لا يشترط أن يكون القائم بالعمل الإجرائي أحد الخصوم في الدعوة، بل يكفي أن يكون به من له صفة في إدارتها أو في التأثير في الدعوة. يعني زي ما قلنا الأشخاص الآخرين مين؟ قيم، وصي، ولي، أو المحامي أو الوكيل بالخصومة ممكن يكون بهذه الأشياء. طيب هنا له عنصرين هذا الإجراء، الأول نشاط وحركة اللي هو طبعا يطلق عليه الشكل، وأنا قلت لكم وبرجع بكرر مليون مرة الشكل مهم جدا في الدعاوي، وعشان تنجح كمحامي لابد أن تدقق في الشكل، نشاط وحركة الدعوة، لمين المحكمة اللي بدك تقدمها، مش تكون مختصة خان يونس وتروح تقدمها في رفح، مش يكون اسم المدعي والمدعي عليه واحد فيهم غلط، قيمة الدعوة مش تكون اختصاص غزة مثلا أو نوعي للصلح تروحها بداية. هذا الإجراء هو عنصر، أول عنصر منه إيش؟ النشاط أو الحركة اللي هو الشكل. طيب التغيير اللي بيحدثه هذا النشاط في العالم الخارجي وهو إيش؟ المضمون. تمام، يبقى في شكل وفي مضمون. يعني بعض النشاطات المختلفة كالإخبار مثلا يتحقق بإعلان مكتوب أو إعلان شفوي، يؤدي إلى عدة أحداث. الإعلان كنشاط يتحقق به العلم كحدث، انعقاد الخصومة كحدث آخر. طب إذا كان إخواننا النشاط محددا ومقيدا، لا حرية ولا مرونة فيه، نقدرش نتحرك ولا نقدر نتصرف، والقانون فورا برتب مخالفة على هذا الشيء، خلص القانون قال لك 30 يوم موعد الاستئناف، مفيش حركة ولا في حرية ولا في مرونة. تقدرش تيجي تقول في اليوم 31 بدي اجي استأنف انا، لا فيش إمكانية. يقول لك النقد 40 يوم، تجيش في اليوم 41 تقول بدك تعمل نقد. اي قرار اداري 60 يوم ما ينفعش تقدم في اليوم 61 62، هذا فيش في مرونة، محدد ومقيد حسب الأصول، وهو من الإجراءات الشكلية الصارمة. في بعض النشاطات بتكون متروكة فيها قدر من المرونة في كيفيته أو وقته، ممكن يخليك أنت تتصرف فيها وتتحرك فيها مثلا. هذه مسائل أنت بترجع لك كصاحب الدعوة أو كوكيل في الخصومة، يعني أنه مثلا الجلسة هذه ما جاش الشاهد، نلتمس التأجيل لحضاره في جلسة أخرى، تحمل المحكمة والله الشاهد كان بده يجي بطريقة ودية ولكن الآن طلب إعلان عن طريق المحكمة، نلتمس التأجيل، ماشي الأمور، لم نتمكن من إحضار حافظة المستندات نأخذ فرصة، ممكن تمشي الأمور هذه. لكن بجوز لك أنك أنت كما قلنا سابقا في الأمور التي لا فيها مرونة ولا حاجة أنك تتصرف
اخو قانون قانون، فيش إمكانية. طيب النشاط إخواننا بنقسم إلى نوعين، نشاط خارجي وهو إيش؟ عبارة عن حركة وأداء معين ويكون له شكله وظهره في العالم الخارجي، ويعرف بالنشاط المادي اللي هو يا إخواننا حضور الجلسات والمرافعة والمرافعة في الاستئناف ومناقشة الشهود والأمور هذه كلها. ونشاط داخلي يتمثل في عملية ذهنية غير محسوسة تدور في عقل القاضي. القاضي أخواننا مع كل كلمة، مش مع كل شاهد، مع كل كلمة بيتأثر وممكن يكون له رأي، فتدور هذه العملية الذهنية في عقل القاضي، يعني يعتمد النشاط الداخلي أخواننا في تعوله من عملية داخلية إلى سلوك خارجي على دوافع أو قوة داخلية. يعني الأفكار اللي جاية للقاضي، هو بيسمع للشهود، هو بحدد موقفه من القضية، ممكن تتحول لإجراءات أخرى. يقول لك أحد الخصوم احضر لي موكلك أستجوبه، أو أنت احضر لي موكلك أستجوبه، أو الأمور هذه القاضي يتصرف بناء عليها ويقوم إيش ببذل جهد ونشاط معين لتحقيق إيش العدالة. طيب إحنا الإجراء في هذه الحالة عمل قانوني لأنه من صنع المشرع، من نص على هذا الإجراء هو المشرع، وبرتب أثر إخواننا في إنشاء الخصومة أو تعديلها أو انقضاها. على طول أي إجراء بيتخذه القاضي بناء على عملية ذهنية لما فكر وتأثر وفكره أو اتجاهه تغير بكون إيش أثر على قراره، فممكن القاضي ينشئ خصومة، يكلفهم تعديلها أو انقضاءها برد الدعوة مثلا عن المدعي عليه. طيب نيجي نشوف خصائص الإجراء القضائي. خصائص الإجراء القضائي، أول شيء أنه مسلك إيجابي. المسلك الإيجابي يا أخواننا يقوم به أحد الأشخاص في الخصومة سواء القاضي أو الخصوم. الخصوم كإجراء أو مسلك إيجابي بقدم طلب، كمدعي مثلا بقدم طلب لإثبات الحالة والمنع حجز تحفظي. بالنسبة للمدعى عليه بإيش بقدم؟ بقدم دفوع إنه والله الدعوة مردودة شكلا لسبق الفصل و و و والأمور هذه كلها. إعداد المحضر، القاضي هذا القاضي بيكلف الكاتب اللي عنده بنقله كل كلمة بكلمتها لإعداد هذا المحضر. إصدار الحكم كذلك من القاضي، وبالتالي فالامتناع لا يعد إجراء، لا بد أن يكون هذا الإجراء مسلك إيجابي، القيام بعمل. امتناع القاضي عن الحكم إخواننا وعدم حضور الخصم أعمال سلبية لا تشكل نظما في بناء الخصومة أبدا، بل تؤدي إلى عدم سيرها، لذا يضع له القانون جزاء. إذا أنت ما كملتش إجراءاتك أو ما التزمتش بقرار المحكمة بتقديم بياناتك في الموعد المحدد، كرس القاضي بكرس إيش جزاء، وهو إيش مثلا وقف الخصومة، عدم السير فيها، الأمور هذه. طيب إيش كمان يا إخوانا لا يعد إجراء؟ ما يقوم به الغير من أعمال إيش إيجابية كونها لا تشكل جزءا من الخصوم في بناء الخصومة على حسب ما يراه إيه الكاتب. طيب ثانيا خلصنا احنا مسلك إيجابي، ثانيا أنها عمل قانوني. طبعا مدام نص عليه المشرع فهو عمل قانوني، هو من صنع المشرع، ولا يملك القائم به سوى الالتزام، لا بد أن يلتزم به الخصوم والقاضي بالشكل اللي رسمه ليش القانون. بحققش يعني إجراء أي غاية منه إذا كان مخالف للقانون. أنت بدك ترفع دعوة، بدك تبين اسم المحكمة ورقمها والمدعي والمدعي واضحين وإيش طلباتك في الدعوة. القانون حدد لك كيف تكتب لائحة الدعوة وكيف يكون شكلها. عشان هيك يعني لا يعد إجراء ما يكون به أشخاص الخصومة من أعمال الفطنة والذكاء والخبرة ودراسة الأوراق من قبل القاضي، هذه أعمال فطنة. هو بدرس الملف أو القاضي بدرس الملف، هذه لا تعد أعمال قانونية. كذلك
تعدش العمل ممهدة للقيام بأعمال خصوم وإجراء والله أجل خصم وحضر في ساحة المحكمة. هذا عمل مادي، أجل حيا الله، حيا لسه أجل ما عملش ولا حاجة، لكن لو بعد هيك عمل إشي يقدم لائحة جوابية بكون إيش؟ عمل قانوني زي ما كلفه القانون، لكن لو أجا حضر فهو عمل مادي، جاي يشوف القضية، جاي يسأل عنها، جاي يشوف وكيل المحامي. كمان لا تعد الأعمال الإدارية المحضة إجراء اللي بقوم فيها إخواننا موظفين المحاكم لتيسير عمل القاضي. والله لما الموظفين ورئيس القلم يراقب القضية، هذا ليس عمل قانوني، هذا عمل إداري، جدولتها، أعطاها أرقام، تحضيرها، كل هذه الأعمال إخوانا لا تعد أعمال إجرائية، وإنما تعد أعمال إدارية يستلزمها تسيير مرفق القضاء. طيب إيش كمان من العمل القانوني نص عليه مشرع صراحة أو ضمنا؟ كل الأعمال إخوانا القانون العمل نص عليها المشرع صراحة أو ضمنا هي تعتبر أعمال قانونية. يترتب ما انت اذا كان بدك تلتزم فيها ايش بيصير؟ يترتب على القيام به من عدمه تأثيرا مباشرا في الخصومة. طيب نشوف احنا ايش ثالثا، ان يرتب اثرا اجرائيا مباشرا في الخصومة. يشترط يا اخواننا في العمل عشان يكون عمل اجرائي ان يترتب عليه مباشرة عمل اجرائي، وإلا ليش بده يعتبر عمل إجرائي؟ عشان تترتب عليه أثار إجرائية. طب إيش الأثار الإجرائية يا إخواننا؟ هي اللي بتأثر في الخصومة، فبتحدد وقت إيش تبدأ، وقت إيش نسير فيها، وقت إيش نعدلها، وقت إيش انتهاءها. عشان هيك إخواني اشترط أن يكون هذا الأثر مباشرا، يعني بعد ما نقدم لائحة الدعوة الأصلية، كونها اللي هي إيش تفتتح بها الخصومة. يبقى أول إجراء إحنا بنعمله هو تقديم الدعوة لدى المحكمة المختصة. طيب يا إخواننا برضو تقديم طلب تدخل يعتبر إجراء. ليش؟ لأنه إذا المحكمة سمحت له بالتدخل حيترتب عليه تعديل الخصومة، حيدخلوا ناس جداد، حيترتب هان عليه تغيير عدد أو عدد المدعي عليهم أو المدعين. الدفع بسبق الفصل يا اخواننا في الدعوة يعتبر اجراء، لانه اذا قبلت المحكمة حيترتب عليه ايش انقضاء الخصومة. طب ايش اللي لا يعد اجراء او ليس له كان او ليس له اثر غير مباشر؟ كالصلح اثره غير مباشر يا اخواننا، لانه اثره المباشر يكون على اصل الحق، وبالتبعية تتأثر الخصومة بشكل ايش غير مباشر. طيب رابعا أن يكون العمل الإجرائي جزءا من الخصومة. ما ينفعش إحنا نعمل عمل إجرائي ملوش علاقة بالخصومة يا إخواننا، لازم يكون مرتبط بها وجزء منها. يبقى الخصومة يا إخواننا مجموعة من الإجراءات تبدأ من إيش وقت تقديم الطلب الأصلي اللي هي الدعوة وتنتهي بالحكم. إحنا اتفقنا على أن الخصومة سابقا قلنا هي إجراءات التي تطالب بها الحق في الدعوة، تبدأ من وقت إيداع لائحة الدعوة وتنتهي إيش بالحكم. وخلال تلك الفترة يا إخواننا، خلال تلك مجموعة كثيرة من الأعمال الإجرائية، تقديم طلبات، هذا يقدم طلب وهذا يقدم طلب، هذا يقدم دفع وهذا يقدم دفع، يعني ديناميكية شغالة من أول رفع الدعوة حتى إيش النطق بالحكم فيها. ولكن إخواننا لابد أن تكون هذه الإجراءات سابقة ولاحقة منسجمة مع بعضها البعض. عشان هيك لا تعد إجراء الأعمال السابقة على الخصومة وإن كانت ضرورية لها. الإختار إخواننا بيكون قبل ما نأخذ أصل الرقم وإيداع لائحة الدعوة في المحكمة، يبقى سابق على إيش الخصومة لا يعد إجراء. لما يجيك الموكل ويمضي لك توكيل في المكتب قبل ما تكتب لائحة الدعوة وترفعها، هذا أيضا إخواننا ليس بإجراء، ولا اللاحق عليها كتبليغ الأحكام صدر لك حكم وبدك إيش تبلغه، فهذا لا يعد إجراء.
الأعمال الخارجة عن الخصومة كذلك كلها في ذلك أن تتم هذه الأعمال قبل بدء الخصومة تقديمها أو الاحتجاج بها في خصومة مستقبلية. طيب إحنا يعني هذه الخصومة حتى لو كانت تمت أثناء خصومة قابلة من أجل التمسك بها بعد ذلك في هذه الخصومة فهذه وتلك لا تعتبر أعمال إجرائية. ده هذه ولا هذه يقبلنا أعمال إجرائية حتى لو تمت من أحد أشخاص الخصومة المستقبلية أو القائمة. طيب إحنا يعني الآن تكلمنا عن هذه الأمور، الآن وصلنا لعند شروط العمل الإجرائي. خلينا نتوقف لهنا إحنا، وإن شاء الله المحاضرة القادمة نكمل عن شروط العمل الإجرائي. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.